أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. اليوم هو لقائنا بالسيدة العظيمة السيدة حفصة بنت أمير المؤمنين سيدنا عمر ابن الخطاب، وهي الحقيقة كان لها دور بارز في رواية الحديث الشريف، لكن نعيش قليلا مع بعض من سيرتها العطرة. فقد كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند خنيس ابن حذافة السهمي، ولما توفي عنها بأحد خطبها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عرضها على سيدنا أبي بكر، ثم عرضها على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهما، فلم يرد عليه بالقبول إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ذكرها بأنه هو حيتزوجها يعني. ولما شكى سيدنا عمر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من سيدنا أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، فأقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. لأن طبعا سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه تزوج بأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام ستنا حفصة سنة 3 من الهجرة، وكان برضو مولد ستنا حفصة رضي الله عنها كان قبل البعثة بحوالي 5 سنوات، وتوفيت ستنا حفصة سنة 41 هجرية. أمنا حفصة كان ليها دور كبير في رواية الحديث الشريف، سواء في حفظ الحديث أو في تعليم الحديث الشريف، لأنها رضي الله تعالى عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، مسندها في كتاب بقي ابن مخلد بلغ حوالي عدد الأحاديث 60 حديثا. وعرفت ستنا حفصة بدقة روايتها رضي الله تعالى عنها، يعني هي روت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروت كذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وتميزت بالأمانة في نقل الأحاديث، واشتهرت بسرعة الحفظ وقوة الوعي،
وروى عنها عدد من الصحابة، وروى عنها برضو عدد من التابعين، فهي علمت في كل طبقة، طبقة الصحابة والتابعين كذلك، زي مثلا اللي روى عنها زي عبد الله بن عمر وابنه حمزة وزوجته صفية بنت أبي عبيد والمطلب بن أبي وداعة وعبد الله بن صفوان الجمحي والمسيب بن رافع وغيرهم. روت أمنا السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها في موضوعات كثيرة جدا، في أبواب كثيرة، يعني روت في الطهارة وفي وجوب الغسل على كل محتلم يوم الجمعة، اللي هي سنة الاغتسال يوم الجمعة، دي من ضمن مروياتها. روت كمان في جعل اليد اليمنى للطعام والشراب والملبس، اللي روت المروية دي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. يبقى للطعام ناكل باليمين، نشرب باليمين، نلبس باليمين، وما سوى ذلك نصنعه باليد الشمال، كما هي وصفت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لأن أغلب بيوت يعني زوجات النبي رضي الله تعالى عنهن كانوا يروين في السنة الفعلية. احنا قلنا السنة إما قولية، أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، أو فعلية أو تقريرية. فأغلب روايات أمهات المؤمنين في السنة الفعلية، هي أفعال النبي. ليه؟ لأنهم عايشين معاه في قلب البيت في هذه الحجرات الشريفة. روت كمان أمنا ستنا حفصة في أبواب الصلاة، يعني مثلا روت في الركعتين الخفيفتين إذا نودي بالصبح، يعني لما نسمع أذان الصبح إن الإنسان يقوم يصلي ركعتين اللي هم قبل صلاة الفجر، وهي شافت ده من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إذا طلع الفجر، أول ما بينادي المنادي كده ويطلع الفجر النبي يصلي الركعتين اللي هي السنة القبلية. كمان روت في الصوم، روت مثلا في إنه لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر، في هذا المعنى، لأن النية ركن من أركان العبادات، والأمر بيتأكد قوي في موضوع وفي ركن الصيام، بيتأكد وجوب النية قبل بدء اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول من لم يجمع الصيام قبل الفجر، يعني يجمع النية، يعني من لم يعزم على الصيام قبل ما الفجر يطلع، من لم يعزم وينتويه قبل أن يدخل عليه أذان الفجر فلا صيام له، أي لا يجزئ صومه الذي صامه بدون نية وعزم يسبقه عن قبل الفجر. طبعا ذكر الجمهور، عشان احنا قلنا قبل كده أي حديث أو أي آية كريمة أو أي حديث شريف لابد إن احنا نفهمه، العلماء بيفهموه بالوسائل وبالأدوات، ليهم مناهج علمية عشان يفهموا هذا الوحي الشريف. فمما فهمه السادة الفقهاء، وذهب إلى ذلك الفهم جمهور العلماء، أن هذا الحكم اللي هو من لم يجمع الصيام قبل الفجر، إن هذا الحكم مختص بصيام الفرض اللي هو زي صيام شهر رمضان، أو أنك بتقضي يوم من أيامه، فده فرض برضو، القضاء اللي عليك فرض. صيام ندر، الندر أوجبت على نفسك صيام، فده برضو فرض. صيام الكفارات اللي عليك ده فرض. لكن صيام التطوع ممكن لما تيجي تصحى الصبح، أنت بالليل نايم ومش في نيتك تصوم، صحيت الصبح لقيت نفسك عايز تصوم، في صيام التطوع يجوز لك ذلك، لك أن تنويه بعدما يصبح الصباح، زي ما ورد في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في صحيح الإمام مسلم عن ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، النبي كده الصبح بيقول لها يا عائشة هل عندكم من شيء؟ قالت سيدة عائشة فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم. فده في صيام التطوع. روت برضو ستنا حفصة في صوم النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام من كل شهر، زي ما كما روت من فعله، عشان كده بنأكد أنه أغلب روايات أمهات المؤمنين هي رصد للسنة الفعلية لحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وده يأكد على أن السنة كانت مصانة محفوظة، لأن زوجات النبي رضوان الله تعالى عليهن عايشين مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شايفين تصرفاته وأفعاله. وأصدق ما يصدق ويصدق هذا الكلام الروايات، مضامين وموضوعات الروايات كلها أوصاف لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. فتيجي مثلا زي ما روت من فعله ستنا حفصة، بتقول أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر، صيام يوم عاشوراء العشر بتوع ذي الحج العشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء. دول من أنواع الصيام اللي النبي عليه الصلاة والسلام هي لحظة أنه كان لا يدعهن النبي عليه الصلاة والسلام. راصدة ستنا حفصة كغيرها من أمهات المؤمنين، راصدة لفعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مدوية يعني حافظة لذلك ومعلمة إياه للمسلمين. روت ستنا حفصة كذلك في المناسك، وروت كمان في موضوع الدواب التي لا جناح على من قتلهن، كما روت في الزينة في لبس الديباج للرجل، وروت في الشمائل في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، روت في العديد من الموضوعات، روت في الأداب، روت فيما يفعل الرجل إذا أراد النوم، روت في الطب، روت في الرقية، روت في رقية النملة، روت في تعبير الرؤى اللي هي تفسير المنام، روت كذلك في الفتن وغيرها. احنا لما بنذكر برؤوس الموضوعات عشان نقول الموضوعات التي نقلت العلم فيها ستنا حفصة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي مثلا ما روت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يرقد، النبي داخل ينام يحط إيديه صلى الله عليه وسلم الشريفة، وضع يده اليمنى تحت خده، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرار. النبي يقولها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. ده برضو رصد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الفعلية والقولية في ذات الوقت، وتعلم ذلك للمسلمين والمسلمات. وحنأكد على فكرة أنه بيلاحظ في المرويات غلبت السنة الفعلية، أنه دايما أمهات المؤمنين راصدات للسنة الفعلية أكتر من السنة القولية، يعني هي اللي ظهر قوي في روايتهن لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في وصف أفعال وأعمال النبي عليه الصلاة والسلام، اللي اشتركت فيها ستنا حفصة رضي الله تعالى عنها في نقلها إلى الناس مع بقية أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن، طبعا مع تفاوت في الرواية بينهن بين الكثرة والقلة، وده أمر طبيعي. وإلا أن ستنا حفصة رضي الله تعالى عنها كسائر أمهات المؤمنين يعني برضو بتختص، وكل واحدة منهم بتختص برواية بعض الأحاديث التي لم ترويها بقية أمهات المؤمنين. فبالتالي كل زوجة من زوجات النبي رضي الله تعالى عنهن أخذنا جانب لم تذكره يعني الأم الأخرى أو أمهات المؤمنين، كان في فوارق في كم الرواية وأنواع الروايات، وفي اشتراك في مضامين وموضوعات يعني يأكد بعضهم روايات بعض. زي مثلا تميزت ستنا حفصة في مسألة روايتها في الرقية من النملة، وقصة ابن صائد، والدواب التي لا جناح في قتلهن، وغير ده من الموضوعات اللي بيطول شرحها. احنا بندي بس موضوعات عشان نقف انه السنة محفوظة، محفوظة في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن زوجات النبي الكرام اللي عاشوا فترة بعد وفاة النبي عشان يمارسوا ويقوموا بعملية التعليم بعد ما تعلموا في بيت النبوة، فكانوا هن يعني راويات للحديث الشريف، محدثات عن زوجهن النبي الكريم، وكذلك سائر أمهات المؤمنين. وهكذا شرف الله أمهات المؤمنين كل واحدة برواية الأحاديث أو بأحاديث بترويها
وبيلتصق اسمها بها لتبين للعالم النور اللي جاء به النبي الكريم، نور الحكمة الذي ينبع من حجرات هؤلاء السيدات الكريمات الفضليات، أمهاتنا زوجات النبي الكريم رضوان الله تعالى عليهن جميعا. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين، اللهم آمين.